بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النهار هو يعني يوم مهم بالنسبه لمجموعه العمران. علاش؟ لان اليوم ان شاء الله غادي ننطلقوا بالعمل بواحد المنصه الرقميه جديده، واللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تحسن من الشفافيه ديال في التعامل ما بين مجموعه العمران والمواطنين المغاربه. هذه المنصه الرقميه اللي هي جزء من واحد المنظومه معلوماتيه اكثر شموليه واكثر تكامل، اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل غادي تشمل جميع الانشطه ديال مجموعه العمران. ولكن اليوم بدينا بهذه المنصه اللي تتعلق بالتعامل ديال المواطنين مع المنتوجات المعروضه للبيع في الشباك المفتوح. هذه المنصه الرقميه اللي غادي تنطلق اليوم ان شاء الله بطريقه رسميه بشكل رسمي، غادي تمكن المواطنين المغاربه ان شاء الله الرحمن الرحيم انهم اولا، وهذه كخدمه اولى، يولجوا جميع المعلومات المتعلقه بجميع المنتجات المعروضه للبيع من طرف جميع مجموعه العمران في الشباك المفتوح. نتكلم على جميع المعلومات، جميع المعلومات ما يخص التموقع، ما يخص النوعيه، المساحه، النوعيه، واش مسكن او محل تجاري او بقع ارضيه، وكذلك والاهم من ذلك الثمن. يعني الثمن غادي يكون منشور بطريقه شفافه، وغادي يكون جيولوكاليزي هاد المعلومات جيولوكاليزي، بحيث ان المواطن يعني ما محتاجش انه يمشي حتى للوكاله او انه يعني يتنقل لمكان المنتوج. فهذوك المعلومات كلهم غادي تجي عنده الحاسوب ديالو او الهاتف الذكي ديالو. والخدمه الثانيه وهاد الخدمه الاولى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يستفدوا منها حتى مغاربة العالم، بان هاد المنتوجات كلهم غتمشي عندهم المنزل ديالهم عوض ام انهم يتنقلوا. الخدمه الثانيه هي تدبير الشكايات، حيث ان اي مواطن ان شاء الله عنده واحد الشكايه ممكن انه يوضعها عبر المنصه الرقميه، ويمكن له غادي توصل بواحد الاس ام اس مع واحد الرقم ديال الشكايه، ويمكن له انه يتبع هاد الشكايه بطريقه يعني سهله حتى الاخير، يعني حتى تيكون التدبير ديالها بشكل نهائي. والخدمه الثالثه وهذه مهمه جدا، وهي تتعلق بتقييم التجربه ديال المواطنين في التعامل ديالهم مع مجموعات العمران، بحيث ان اي مواطن ان شاء الله الرحمن الرحيم مشى لواحد الوكاله ديال العمران، مجرد انه تينتهي من الشغل ديالو في الوكاله، تيدخل للمنصه الرقميه وتلقى بواحد الطريقه سريه لعشرات من الاسئله اللي يمكن له يجاوب عليهم، وهذوك الاجوبه تيطلعوا لمجموعه العمران تيتم استغلالهم. وبهذه الطريقه هذه تمكننا اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم نحسنوا من جوده الخدمات، يعني بطريقه يعني مستمره. وهذه الخدمه علاش مهمه؟ لان غادي تخلينا اننا نشوفوا يعني التقييم ديال الخدمه ديال العمران من المنظور ديال المواطن، ماشي من المنظور ديال العمران. هناك خدمه رابعه يعني موازيه غادي نعلنوا عليها ان شاء الله ملي نكونوا في الندوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى على الله ان هذه البادره هذه كما قلنا في الاول انها تحسن ان شاء الله من القرب من المواطنين، وكذلك تحسن من الشفافيه ديال التعامل كما قلنا ديال مجموعه العمران مع المواطنين المغاربه. وشكرا.